الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إلى سنة أبو داود. سنة أبو داود أول كتاب الأطعمة، باب في أكل الثوم. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن صالح المصري، وهذا أبهت عنده أبهة، ده مفخرة المصريين. هذا الرجل رجل له ما له من المكانة الحديثية، ولذلك حتى ابن الهيعة بعض العلماء أخذ بتوثيقه بسبب أحمد صالح المصري، قال بلدي الرجل أعلم به. قال حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب هو من ثقات الأثبات، الفقيه المالكي المحدث. قال أخبرنا يونس، هو يونس بن يزيد الأيلي، من ثقات الأثبات رواه الجماعة. عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث قال: حدثني عطاء بن أبي رباح، وهو من خاصة تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أعلم الناس بالمناسك، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو في رواية قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيتي، وليعتزل مسجدنا. احتج به العلماء كما سيأتي على اعتزال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه أوتي ببدر اللي هو الطبق المستدير، سماه بدرا لأنه على صورة القمر يعني. في خضرات من البقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه. هو أبو أيوب الأنصاري كان معه، فلما رأه كره أن أكلها كفة، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. قال أحمد صالح: ببدر فسره ابن وهب طبق. هذا فيه دلالة على كراهية أكل الثوم والبصل، فيه كراهية على يعني كراهية أكل الثوم والبصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا. قال من هاتين الشجرتين الخبيثتين، أطلق عليها بأنها شجرة خبيثة، لكن لابد أن تفهم الخبيث نوعان: خبيث يحرم، وخبيث هو خبيث المخرج والمدخل لكنه لا يحرم، يكون حلالا كثمن الحجام. ثمن الحجام قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه خبيث، ومع ذلك ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى أبا طيبة أجرة الحجامة، وكلم أهله فيه، وأمر أيضا أن يزوجوه. فكان هنا لما قال ما وثمن الحجام خبيث، أي خبيث مدخله ومخرجه، اسمها دناءة الصنعة، دناءة الصنعة فقط. الخبث هنا كان على دناءة الصنعة، لكن الإجارة صحيحة والمال صحيح حلال وهو طيب، والثوم والبصل أيضا حلال، ليس بمحرم. لكن في قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، خبث الرائحة، الخبث هنا وخبث الرائحة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل فإني أناجي من لا تناجي، فإذا البصل والثوم حلال، لكن كما قلنا هي شجرة خبيثة، خبيثة الرائحة، ولأنها تتأذى منها الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلأقربن مسجدنا هذا. وبين العلة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، حمل بعض العلماء على أن من أكل ثوما وبصلا ألا يقرب المسجد النبوي فقط خاص، لأنه قال: فليعتزل مسجدنا، فأضاف المسجد المسجد النبوي لعظمته ولقدساته ولمكانته، يبقى إذا المسجد الحرام أقوى من باب أولى ألا يقربه. الحق أن نقول كما قال الجمهور أن المسألة عامة في كل المساجد، لا سيما أن التعليل عمم، أنه في رواية قال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا، أو جمع مضافة يعم الجميع، والتعليل يؤكد التعميم، كيف ذلك؟ قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. لا يقال بأن الملائكة تأتي مسجد النبي فقط، لما تأتي مسجد الأقصى أو المسجد الحرام، أو لا تأتي المساجد الأخرى، بل الملائكة في المساجد وتدعو لمن ينتظر الصلاة: اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، هذا تعليل دل على التعميم،
على التعميم، فكل مسجد يدخل الملائكة، فلا يجوز لمن أكل الثوم والبصل أن يدخل المسجد، لا يجوز لمن أكل الثوم والبصل أن يقرب المسجد بعد أكل الثوم والبصل. لما؟ لأنها شجرة خبيثة، وخبثها ليس في نجاستها، ليست نجسة، هي طاهرة، خبثها في رائحتها. وهنا يلحق بها هذه المسألة الثانية، يلحق بها كل ما كان في معناها، كالدخان، كأكل بعض المغافير. شوف المغافير أيضا لها من الرائحة، وهذه التي قالت عائشة لما أرادت أن تمنع سلمة أن يأكل العكة فيها عسل، أن يأكل العسل، قالت له أكلت مغافير، من أجل أن سلمة ما يحب أن يظهر منه رائحة يكرهها أحد. فسبحان الله، الغرض المقصود بأنه كل ما كان في معنى الثوم والبصل لا يجوز له أن يدخل فيصلي وهي بهذه الرائحة. كثير من الذين يشربون الدخان فيهم هذه الرائحة، وهي مؤذية جدا جدا، يعني أنت تصلي وهو يتنفس أمامك لا تطيق، لا تطيق قط، وهو يشرب الدخان ويدخل المسجد. فمن يشرب الدخان وجب عليه أن يأتي بمعجون الأسنان بيده والفرشاة فينظف أسنانه، أو يأكل نعناع أو شيء من المغير لرائحة الفم، وإلا فهذا مؤذي جدا، مؤذي جدا، ويؤذي الملائكة أيضا. هناك رواية صحيحة وستأتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم برجل أكل الثوم أو البصل وجاء يصلي أخرجه إلى البقيع. شوف، أخرجه، أمر بإخراجه من المسجد إلى البقيع. طبعا أصحاب المهن الدنيا أيضا الذين يعني يعالجون يعني أمور الشوارع وغير ذلك بتكون الرائحة شديدة، أو أن كان حتى جزار من ذلك، هذه كلها ثياب، هذه كلها ثياب يمكن أن تنفر المصلي عندما اشتم هذه الثياب. فهنا نقول له لا تقرب المسجد، لا يقرب، نعم لا يقرب المسجد، ما يجوز له أن يقرب المسجد. وفي قول لا يقربن، العلماء يقولون أنها على التحريم، المحققون قالوا أنها على التحريم، أن من أكل ثوما أو بصلا لا يجوز له أن يذهب إلى المسجد، ولو ذهب أثم، لأنه سيؤذي المصلين وسيؤذي الملائكة، سيؤذي المصلين وسيؤذي الملائكة. أما حمل الحكم على مسجد النبي خاصة، هذا ضعف في النظر، لأنه قد ورد رواية فليعتزل مساجدنا عموما. وقلنا التعليل دل على التعميم. الفوائد المستنبطة، لا يبقى قبل الفوائد المستنبطة مسألة أخيرة ثالثة، قال كل فإني أناجي من لا تناجي، كل فإني أناجي من لا تناجي، كل فإني أناجي من لا تناجي. ماشي، يبقى هنا في قولي كل فإني أناجي من لا تناجي أن السلام أباح له. هنا ما يقال طب لي ما هو امتنع وجعله يأكل؟ نعم، لأن الثاني كف حسب أنه حرام، كف حسب أنه حرام، لذلك أراد النبي أن يبين له أنه ليس بحرام، كما فعل خالد بن الوليد لما وضع الضب أمام النبي السلام فكف يده، فقبض خالد بن الوليد يده فقال له كل، إنه ما كان بأرض قومي فأجدني عافو، قال إنه حلال ليس بحرام. الفوائد المستنبطة، من الإيمان عدم إذاء المؤمنين، من الإيمان عدم إذاء المؤمنين، سواء من البشر أو من الملائكة أو من الجن حتى، هذه علامة الإيمان. قد يكون الشيء خبيثا ليس نجسا، قد يكون الشيء خبيثا لكن ليس نجسا، كالثوم والبصل، هذه البقول. تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لما كف أبو أيوب الأنصاري عن الأكل، قال له كل، أنا ليش امتنعت؟ ليس على الحرمة، ولكن أنا أناجي من لا تناجي، أناجي جبريل ولا يتأذى جبريل. إذا النت عندكم فيه خلل يا دكتور تامر وأبو الوليد،